السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحاول يا جماعة نفهم سوا الاكسكريشن او الكليرنس بتاع البار امين وبيوريك اسيد. البار امين وبيوريك اسيد ده ديت مادة بتتميز بانها بيحصل لها كومبليتلي اكسكريتد في خلال اليورين، يعني اي كمية انا اضيفها في البلازما بيحصل لها اكسكريشن. بس خد بالك شرط ان الكمية اللي انا اضيفها ديت تكون كمية قليلة، يعني 3 مللي جرام او اقل من 3 مللي جرام بير 100 مللي من البلازما. يعني كل 100 مللي من البلازما انت بتحط عليهم 3 مللي جرام من الماده بتاعتنا ديت عشان يحصل لها كومبليتلي اكسكريتد، 100% منها يحصل لها اكسكريشن. الاكسكريشن بتاع ماده البار امينو هيبيوريك اسيد لو انا اخدته في دوره واحده من خلال النفرون، ال 100% ديت جزء منها بيحصل له اكسكريشن او فلتريشن اللي هم 90% منها، والجزء الثاني اللي هو بقية 10% بتوعها بيحصل لهم سكريشن عن طريق التبيولز. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل كمية البلازما اللي دخلت اللي هي ال 100% حصل لها اكسكريشن. طيب ده معنى ايه؟ معناه لو انا بحسب الكليرنس للبار امينو هيبيوريك اسيد بالمعادلة العادية بتاعتي اللي هي يو في على بي، حيث يو هو التركيز بتاع البار امينو هيبيوريك اسيد الموجود في اليورين، وفي هو الفوليوم بتاعه في اليورين، والبي هي التركيز بتاعه الموجود في البلازما. هي زي ما انا بقول بدل كليرنس، هي اللي انا بقول عليه الرينال بلازما فلو، بس بقول كلمة الافكتيف رينال بلازما فلو، لان زي ما قلنا ان كل كمية البلازما اللي دخلت طلعت، كل الكمية اللي دخلت حصل لها اكسكريشن. وجدوا ان الكليرنس بتاع البار امينو هيبيوريك اسيد 630 مللي جرام مللي بير مينت. طيب هل الافكتيف رينال بلازما فلو دي كل البلازما اللي بتخش الكدني عشان تشغل الكدني، سواء جزئين الفانكشن بتاع الكدني اللي هي الفلتريشن الاساسيه والسكريشن والكلام ده، وبقيه البلازما اللي هي بتخش مع البلاد عشان تخش للسيلز وتنظم الميتابوليزم بتاعها؟ لا، الافكتيف رينال بلازما فلو مش كل البلازما اللي هتخش الكدني، كل البلازما اللي بتخش الكدني اسمها اكشوال رينال بلازما فلو. طيب ده هيرجعنا المفهوم لازم نعرفه اسمه اكستراكشن ريشيو. يعني ايه اكستراكشن ريشيو؟ يعني كمية البلازما كده اللي داخلة منها شوية هيخشوا لي الافرنت ارتريول، الشوية اللي هيخشوا للأفرنت أرتريول بتاع الكورباسيل ده بالظبط 90%، والباقي بيكمل على باقي الاستراكشرز اللي هي الكبسول والمظلة والحاجات اللي هي الانترستيشيوم، الحاجات اللي ما بيحصل لهاش او ما بتبقاش فانكشنال يونت في الكدني. فبالتالي انا لو عايز اجيب كل الاكشوال رينال بلازما فلو، ده معناها ان انا احط الافكتيف رينال بلازما فلو وازود عليه ال 10% ديت. الافكتيف رينال اللي قلنا عباره عن 630 مللي، هتضيف ال 10% اللي هي 630 في 10 على 100، يعني تقريبا بتديك 700. يعني بالتقريب 700 مللي. طيب كده احنا خلصنا الافكتيف رينال بلازما فلو، قصدي الاكشوال رينال بلازما فلو جبناها. طيب بالنسبه للاكشوال رينال بلازما فلو، طب انا عايز اجيب كل الرينال بلاد فلو. ده يرجعنا المفهوم لازم نعرفه. انا عارف ان البلاد بيتقسم لجزئين، البلازما وجزء الريد بلاد سيلز. جزء الريد بلاد سيلز انا بقدر اجيبه بتحليل اسمه هيماتوكريت، الفوليوم بتاع الريد بلاد سيلز، وفي الغالب يعني في النورمال بيبول بيكون 45% والبلازما بتكون 55%. فانا لو عايز كل اجيب الرينال بلاد فلو، معناها احط الرينال بلازما فلو وازود عليها 45 على 100 في الرينال بلازما فلو اللي هو الهيماتوكريت. يعني ممكن انا بقى عايز اجيبها بطريقة تانية، لو الرينال بلازما فلو اللي عندي اللي هو 700 مللي بيساوي 55%، ودي النسبة المئوية،
ايه ال 45% عشان اجمعهم على 700؟ وادي اكس اهي، اكس برضه هتساوي 45 في 700، 45 في 700 على 55، 45 في 700 على 55. طيب تمام كده، تمام. المهم الحساب بتاعي بتاع الرينال بلاد فلو في السايكل الواحدة هيساوي تقريبا في الآخر 1273 ملي بير مينت، ده اللي هو الرينال بلاد فلو بير مينت.